فلتت من يد حارس المرمى وشوف التكملة وشوف التكملة تمرير رائع الله ممتاز التمرير يلعبها لاحظ هنا التمرير رائع نعم هنالك شك في هذه اللقطة لكن تصدي حارس المرمى ربما كثرة البطاقات الصفراء كانت هي الأمر اللي كان عليه علامة استفهام من جانب لاعبي الجدل هذه محاولة رأسية التي تتواجد في خط هجوم العربي والعودة من السبع جولات الأولى لكن بعد غياب أبناي لم يعد العربي تلعب الآن لمصلحة فريق العربي الجانب الأيمن واجد على تعاود مرة أخرى كرة لصالح ميكيلز ميكيلز إلى عزوني عزوني في الأرض التسديدة قبوس كرة في منتصف الملعب يكسبها فريق الفيصلي عادت الآن إلى شباك الفيصلي نظيفة كرة عند تسديدة كرة وصلت المنتصف مقطوعة انطلق بالكرة لا تزال عند محمد يتعثر على ضيقة الملعب سوزا حصل عليها هنا كاكا كاكا في الافتكاك ممتازة لصالح فريق الفيصلي التمرير أيضا من عشاق الباحة هنا في أرضهم في جماهيرهم أول جهد المنيع عادت كرة على اليسار محاولة سريعة محاولة واستمرارية اللعب قطعت للاري خطيرة لاري يتقدم يمرر الفيصلي ولكن بعد بريد عادت لوكاس المحاولة والإبعاد الخطورة الماضية للفيصلي شوف الإعادة هنا لاري مر ولعب جوشان اللي غادر مصاب ان شاء الله بسيطة كرة على اليمين محاولة قائمة وارضية خطيرة وفرصة لفريق الفيصلي باتو يبحث عن حل في الجهة اليمنى قطعت الكرة
بشكل ممتاز للاعب، قدم اداء خيالي، وهذه اللمسه وتمريره الرد والشمراني، وكان قريب يضع الكره في المرمى. شوف الكره، شوف الكره والمحاوله والتمريره، وكان بامكانه ان الاحتفاظ بالكرة في أكبر قدر ممكن من الوقت، كرة تلعب انطلاق لاري يمرر إلى كليران، تغطية سليمة، خلاص شايفين الإصرار والعزيمة من جانب لاعبي جدة من أجل البقاء بهذه النتيجة، الاستمرار لتحقيق الانتصار. خارجية، وجود أندية أيضا لديها لاعبين على مستوى المنتخب، لكن هذه محاولة بشكل مثالي. يلعب الكرة محاولة قوية كما يشير الحكم. على هذه الكرة عند إيلمان، كرة زكريا، إيلمان يحاول يتقدم فيها بالمهارة ولكن تتكمل. وحكم الكرة وصلت في منتصف الملعب. عزوني دقيقة لعب، مشاهدينا الكرام متابعينا 60 دقيقة لعب حتى الآن الفيصلي يتأخر. كرة مقطوعة، شوف المساحات الآن في الخلف، شوف المساحات في الخلف، شوف المساحات. الأول من الثاني وتدخل ممتاز. شو اللي صار؟ أضاف حمزاوي الجزائري الهدف الثاني الجزائري. هناك التغييرات كما نشاهد لفريق الفيصلي، هناك اللاعب رقم 2 نشاهد اللاعب، هل هو أحمد فلاتة؟ نجموية قطعت، عادة الطيري استلم الكرة يمرر بدون عنوان، تغطية فيصلاوية، لعبت الكرة إلى المهاجم الخط. تتمرن ناحية اليمين لياسين برناوي، هل يبدأ لنا عنوان الفيديو؟ حلو، شوف الإعادة، شوف التمريرة الملعوبة صح ومرت مع سريعة، نزلت في آمر حتى فريق الفيصلي. الان تلعب طويله الى الامام، المحل عن ارنولد، ارنولد لازر وتسديده يحاول ان يضغط، يحاول ان يستفيد من عمليه الضغط. مراد ما زال يحتفظ بالكره لكنها مقطوعه. هذا الميدان امام الجدل. لصالح العنابي، لصالح الفيصلي، يلعب الكرة الويدي، محمد السالي عفوا، محمد السالي وناري عزوني يمشي محاولة الآن للدخلين، ولكن كرة تلعب انفرادة خطيرة، لوكاس سوزا يلعب العرضية كرة ترسل أمام، أين هنا الكاريتا؟ من بنت القحطاني حكم هذا اللقاء، كرة الأمام، فرصة قادمة ولي غريبة جدا للفيصلي تلعب الرأسين تلعب ربما نعم بالضبط الحكم المباراة إلى لوكاس، إلى
نص الملعب ان شاء الله. قبل مواسم في 2015 كانت او 16 كان قد تاهل لدوري فريق الفيصلي صعب صعب. ديانو يحاول داخل منطقة الجزاء تتهيأ للطير. بالنسبة لفريق الخلود. أيضا كذلك الزيادة الوسطية وبالتالي. أمامية. طلع إلى الأمام غاريتا ربما التسديدة و. ملعوبة الفريقين يبحثون عن انتصار فريق الفيصلي يريد مواصلة سيحاول أن يخفف من هذه الثلاثية لو استطاع أن يسجل هدفا مبكرا ربما يكون في نوع فعلى ذلك أكثر من نادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهد. الاستغلال المرتدى